شكرا للزميل طلال عبد الله من مركز الاخبار على هذه الجوله الصحفيه في صحيفه الخليج. والحين مشاهدينا وصلنا معاكم للفقره القانونيه، ونظرا لاختلاف ثقافات الافراد وتعدد جنسياتهم قد يحدث عده اشكاليات في المسائل الاسريه المتعلقه بالزواج وانعقاده، كذلك الطلاق والاثار الناجمه عنه وغيرها من الامور الأخرى كالميراث. لذلك اليوم نتناول موضوع ضمن الفقرة القانونية، وهو المجال الخاص لتنازع القوانين في قضايا الأحوال الشخصية، ومتى تعتمد الدولة القوانين الأجنبية من أجل تحقيق المرونة والعدالة. حول هذا الموضوع يسعدنا نرحب في الاستوديو اليوم بالأستاذ عادل فاخر، محامي وعضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. صباح الخير أستاذ عادل. صباحكم الله بالخير والنور والسرور. حياك الله. الله يسلمك. بداية أستاذ عادل، خلنا نتعرف سويا ونعرف المشاهدين عن المقصود بتنازع القوانين. تنازع القوانين بشكل عام اللي هو تزاحم أو اختلاف قانون دولتين أو أكثر. ما دامنا قلنا قوانين معناته أن قانون دولتين أو أكثر، وقد يدخل هذا الاختلاف في ناحية تطبيقه للأشخاص أو المواضيع. نعم جميل أستاذ. يعني نتكلم عن مقومات القانون أو تنازع القوانين، وهل يتصف هذا القانون بصفة دولية أم هو محلي بحت؟ هو الموضوع شوية يعني محتاج لجلسة أكبر من ناحية المقومات. المقومات إذا بنتكلم فيها لتنازع القوانين تعتمد على ثلاثة عناصر، إما عنصر الأشخاص اللي هم الأشخاص اللي قائمين على هذه العلاقة، أو عنصر الموضوع، موضوع الذي يقوم على هذا التنازع، أو عنصر السبب، ما هي العلاقة السببية أو السبب المنشئ لهذه الأعمال. هذه كاختصار يعني العناصر الثلاثة اللي هي المقومات اللي تقوم عليها تنازع القوانين. لكن إذا بني بالصفة الدولية لتنازع القوانين، طبعا هناك دول نعرف أنها لها مقومات كاملة من ناحية الصفة الدولية. الدولة لازم يكون لها أركان أساسية من ناحية الشعب، من ناحية الدولة، قيام دولة، وأن يكون لها سلطة نظامية معترف فيها في جميع دول العالم. إذا كانت هذه الثلاث أركان متوافرة في الدولة الصادرة أو المشرعة لذات القانون، فهذا يعتبر بالصفة الدولية لهذا القانون ويؤخذ فيه. تمام أستاذ عادل، وتكلمنا عن اشتراطات تطبيق القانون الأجنبي على الواقع المعروضة على القضاء. الاشتراطات طبعا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا قانون الأحوال الشخصية الإماراتي اللي هو رقم 28 لسنة 2005، يعتمد على المصدر الأول للتشريع اللي هو قواعد الشريعة الإسلامية. أي قانون يطبق في الدولة مرحب فيه، يرجع لقاضي الموضوع أن ينظر إلى القانون المراد تطبيقه من طلب الأطراف، أطراف النزاع. طبعا الأساس أن يرى القاضي أن لا يخالف قواعد النظام العام ولا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية. هذه أساسيات أن يقوم بتطبيق هذا القانون. إذا صار فيه خلاف أو اختلاف من الطرفين، نحن نبغي نطبق قانوننا والزوج مثلا يريد تطبيق قانونه، أي قانون يعني يسري ما بينهم؟ هل قانون مثلا الدولة أم قانون؟ لا، الأولى أن يسري قانون الدولة بما أنهم وافقوا على تطبيق أو رفع الدعوة في دولة الإمارات. إلا في حالة موافقتهم كان في اتفاق، أو اختلفوا على ذلك، أو اتفقوا على تطبيق قانون دولة معينة. فيرجع الأمر للقاضي اللي هو قاضي الموضوع أن ينظر إلى القانون ويطلب تطبيقه بموافقة القاضي، والقاضي يطلب من عندهم ترجمة القانون إذا كان باللغة الغير العربية وتصديقه من دولتهم. أستاذ عادل، إحنا في دولة متعددة يمكن الجنسيات والثقافات الموجودة فيها، إذا اختلف مثلا زوجان وجنسيتهم مختلفة وحصل بينهم نوع من أنواع النزاع، أي قانون يسري عليهم؟ نحن كقاعدة عامة عندنا في الدولة يطبق قانون الأب. إذا بنتكلم من ناحية الأحوال الشخصية بشكل عام يطبق قانون الأب، خاصة في ناحية الولاية لأن الولي هو الأب. ومن ناحية الحضانة الأم، إذا كان قانون دولتهم
يخالف هذه القاعدة العامة لا تطبق. تطبق قواعد معينة من دون هذه القواعد. إذا كان هناك ضرر على المحظونين في قانونهم، لا، يطبق قانون الأصلح للمحظونين. فعند القاضي، قاضي الموضوع، الأهم القانون الأصلح للمحظونين. مثل ما نقول مثلا القانون الأصلح للمتهم في القضايا الجزائية، في الأحوال الشخصية القانون الأصلح للمحظونين. جميل. لأن مصلحة المحظون فوق كل شيء. جميل. حلو أستاذ، يعني بتحدث عن بالنسبة للأزواج الأجانب، يعني هل ممكن يثبتون قانون معين في مثلا عقد الزواج انهم يتزوجون بالقانون مثلا؟ نعم، نفترض زوجان من جنسيات مختلفة او جنسيات اجنبية غير جنسيات دولة الامارات، او حتى اذا كانوا مثلا من دول عربية، يعني ما نتكلم عن اجنبية كاجانب غير عرب، فممكن يضعون كشروط في العقد ان في حالة نشوء اي نزاع يطبق قانون دولتهم او الدولة الفلانية. لكن إذا كان أحد أطراف العقد جنسية إماراتي فيطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تمام. أستاذ عادل، هناك بعض القوانين الصارمة في حالات الطلاق بالنسبة للأجانب، مثلا الزوج يعطي نص ثروته لزوجته أو عكسه، فإذا صار الزوجين مثلا على اعتماد قانون البلد، يعني المحكمة شو تسوي هنا في هذا الحال؟ إذا هني بناخذها من شقين. الشق الأول اللي هي الوصاية، إنه يقوم شخص بوضع وصية لزوجته أو أبنائه، فهذه الوصية تأخذ اعتماداتها لدى مثلا كاتب العدل في دولة الإمارات، يتم عقد نظام الوصية ويأخذ تطبيقه أو تصديقه وتوثيقه لدى الكاتب العدل، ويفتح دعوة ويطلب تطبيق قانونه. لكن إذا تكلمنا من الناحية العامة، أن إعطاء ثروته للنصف لزوجته أو أحد أبنائه، فنحن عندنا في قانون الشريعة الإسلامية لا وصية لوارث. فإذا شخص كان أساساً بيورث فلا وصية له، والوصية تكون حد الأقصى ثلث التركة. لكن في بعض القوانين الوصية مفتوحة بدون تحديد نسبة، وقد يعطي الوصية دون الورثة الشرعيين، فهذه تخالف قواعد الشريعة الإسلامية فلا تطبق. جميل، يعطيك العافية أستاذ عادل، شكرا لوجودك معنا في استديو صباح الشرق، وأتمنى من السادة المشاهدين استفادة من المعلومات اللي قدمتها. الله يسلمك إن شاء الله، ومشكورين على كل حال. الله يحفظك.